أهمية الفحص الجيني. الفحص الجيني ده اللي عملته أنجلينا جولي. دايما السيدات اللي عندهم حالة أو أكتر في العيلة مصابة بسرطان الثدي، لا دلوقتي بقى متوفر في مصر الفحص الجيني. الفحص الجيني ده بيقول الست دي في احتمالية كبيرة لإصابتها بسرطان الثدي ولا لا. طب إيه أهميته؟ طب ما هو كده في ناس يقول لك طب أنا أعمله ليه؟ ما هو لو هيجي هيجي وخلاص. لا، الموضوع مختلف. لو انت عملت الفحص وطلع عندك قابلية زي أنجلينا جولي دي، عملت العملية اللي هو تفريغ لمحتوى الثدي لكن الجلد بالهالة البنية بالحلمة متواجد، وبعد كده عوضنا سواء بنسيج أو بحشوة سيليكون، بتتفادى حاجة مهمة جدا. كل الناس بتخاف من كلمة ورم أو سرطان بسبب إيه يا دكتور أيمن؟ كلمة واحدة، علاج كيماوي، صح؟ مظبوط؟ اللي بتعمل العملية الوقائية أو عملت فحص جيني ولقت عندها نسبة الشك عالية إن هي يجيلها وعملت العملية دي، خلاص مش عرضة إن يجيلها بنسبة 99.9%. وفي الحالة دي مش هتاخد العلاج الكيماوي بنسبة 100%. تفادينا، وهو ده يمكن هو أكتر حاجة تقيلة على العيان. العملية مش صعبة، العملية لما يعملها حد مختص بتعمل العملية وبتمشي بعد 6 ساعات، أو عملتها الصبح على بالليل بيكون في بيتها. القصة سهلة جدا، ما فيهاش أي مشكلة دلوقتي مع التطور والأساليب الحديثة في الجراحة. هي صعوبة ورم الثدي الناس اللي بتاخد علاج كيماوي. فلو عملنا الكشف المبكر وعملنا التحليل البراكاجين وطلع فيه مشكلة وعالجناها، مش هنلجأ للعلاج الكيماوي. يبقى احنا كده خففنا على المريض أصعب حاجة.